يتكلمون عن المصانع عن المباني عن، ولكن أنا أتكلم عن النفوس، أسأل عنهم لأني سأسأل عنهم. حالات يعلم الله ما بها، وأنا أتخيل. لا تتصور هذا البيت الذي أنت فيه بيتك لوحدك، هو بيتي أنا، والعرض الذي لديك هو عرض، وضمان حياتك إن شاء الله بعون الله، ومن لقمة عيش وكساء وملبس إن شاء الله، لأن أنا مسؤول. إذا قصرت فأنا الذي سأحاسب، كما قلت لبعض الإخوة، مجرد قلق شو يكلفني ذلك؟ يعني جرت قلم تنتهي هذه مآسي الناس هذه كلها. ونحن إن شاء الله بعد فترة حاسبوني قبل أن يحاسبني رب العالمين. في كل ليلة أدعو ربي، في كل ليلة أخرج إلى الفراش أقول اللهم إني أودعتك هذه البلد، اللهم احفظ نساءها، اللهم احفظ أبنائها، اللهم اسكن فيها الأخيار وابعد عنها الأشرار، اللهم إن كان هذه آخر ليلتي فضعها في يدي من يحبك يا الله. شكرا، شكرا، سلامتك.